مدى هي ايه؟ اشمعنى الفكره دي؟ لا هي الفكره دي من ست سنين، انا طول الوقت نفسي اعمل موضوع المداح ده، وكان عدى عليها كذا مسلسل، يعني عملت ولي العهد وطاقه القدر وكذا مسلسل، وكان كل شويه اعرض الفكره دي، اقول لهم يا جماعه في عندي المداح فكره. انا كنت يعني كان في مؤلف من مؤلفين غير طبعا امين جمال، اللي ربنا كرمني بالمؤلفين الجامدين دول، ان هم بقت الفكره من نصيبهم، وهم اكتر ناس لقت يعني لقيتهم في الفكره دي. فبصراحه كنت بحس من ردود الافعال يقول لك لا بلاش يا عم، احنا نخش في حته صعب، وعندهم حق. انا لو انا منتج ومكانهم في الحته دي افكر بطريقه ان لا ازاي، طب ساحر وهيبقى موضوع مختلف عليك، ما تيجي نعمل حاجه لايت، نعمل حاجه فيها مش عارف ايه في عدد الطبيعي يعني. فاقول لهم يا جماعه طب انا عايز اخرج. انت ايه اللي خلاك تفكر في الفكره دي؟ هل حاجه حصلت لك في حياتك الطبيعيه؟ يعني ايه اللي خلاها تيجي في بالك؟ لا ما اصل الافكار دي بتيجي من، مش هتقولي ايه اللي جه في بالي، هي خلاص فكره جت للواحد فغصب عنك ايه. لكن ما اقتبستهاش من حاجه يعني. لا هي رزق، الافكار دي رزق بتجيلك، زي ما فكره غنوه، فكره مشهد، فكره شخصيه بتفكر تعملها. فكان وقتها سبحان الله احنا كنا بنعمل انا والاستاذ احمد سمير مسلسل تاني خالص مع اسلام، كنا ماضيين على مسلسل ما حصلش فيه نصيب وحصل فيه متفقين على عمل تاني يعني. فقعدنا نفكر طب نعمل ايه، طب نسوي ايه، خلاص الايام خلصت ورمضان فاضل له 3 شهور. ياه والله طب هنعمل ايه؟ فقعدنا حضرته امتى؟ فقابلنا امين اللي هو يعتبر اللي معرفنا على اسلام يعني. فاستاذ احمد قال في فكرتين، كان في فكره عندي كانت فكره صعيدي وفكره تانية فلان. ففعلا زي ما الاستاذ احمد سمير قال لك فعلا ان الوقت ده هو من عند ربنا، اللي احنا شفنا عرفنا السوق كله بيعمل ايه. فلو كنا عملنا صعيدي كنا يبقى عندنا مشكله، وكان في حاجات جامده جدا موجوده. طب هل السوق رايح بيعمل في منطقه السحر والحاجات اللي فيها الروحانيات والحاجات دي؟ لا. طب انا كنت يعني في اللحظه دي خلاص نفسي في الفكره، فلما انا نفسي فيها بقالي 6 سنين، فلما هم بدا يقول لك لا هنعملها قلت لهم لا اصبروا شويه. عارف اللي هو لا انا رجع في كلامه، كان عايز الفكره الثانيه. استنوا شويه. قال لي لا هنتوكل على الله كتير. قلت له طب خلي بالك بقى. فهو بصراحه يعني بالامانه كنت أنا متوقع الهجوم طيب او حاجه؟ اكيد اتوقع هجوم طبعا، اكيد. بس ما حصلش الحمد لله. في لا في ناس يعني يقول لك انتوا بتروجوا الدجل، بالعكس احنا مش احنا الدجل والشعوذه، احنا بدانا بعلاج من القران والسنه، ويعني ما بداناش بالدجالين، لا احنا دلوقتي في وقت الدجالين فعلا اللي هو النص الاخير. والمسج عندنا الاساسيه ان اللي انا بقصد بيها المداح ده مش اللي هو مديح واناشيد بس، لا المداح ده لقب ممكن يبقى واحد بيمدح ربنا سبحانه وتعالى ويمدح الشيطان. يمدح الخير ويمدح الشر. ده القصد منه كلمه المداح، زي ما بقول لك الطبال ممكن احنا ما خدناهاش كده، احنا خدناها انه في مدح يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حلو اللي انت تاخد في حته تانية وفجاه يعني 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 تاخد الفكره في طريقه تانية وتلاقي الموضوع لا هو انت خدتنا في حته تانية خالص. لا يعني يشكر اهو انا ما خدتش بجد حاجه. بجد انا سبت نفسي للراجل لو مش الطيب اللي معانا الموهوب وامين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري، بالامانه الناس دي لا العمل ده مش زي اي عمل اتحطت مشاهده واتقسمت على الممثلين وكده، لا العمل ده يعني مش عارفه ازاي بتقولوا 3 شهور والناس اشتغلت فيه جامد قوي، لان انا طول ما بتفرج اقول ايه هيقعوا هنا بغلطه، الاقي فجاه كلمه راحت جايه مسحه اللي المفروض الواحد يفتكره. لا بالامانه استاذ احمد ربنا كرم ان هو حتى لما اختار كل الناس نجوم العمل اللي بجد قاموا بكل واحد يعني بالامانه كان هو يعتبر وكان السند بجد اللي كانوا يعني بجد يعني كلنا ساندين بعضينا واقفين مع بعض. يعني عايز اقول لك على حاجه، احنا اخر يوم تصوير واحنا ماشيين انا ماشي حزين والله طبعا. رغم ان انا نفسي اروح وارتاح بقى، انا بقالي فتره لا الكيمياء باينه طبعا.